عايزين برضو نعرف ايه بقى جديد نجلاء بقى؟ والله خالص انا السنه دي قررت اخد اجازه في رمضان لان كنت لسه مخلصه صوت وصوره، خلصناها للاسف في شهر 11 او 12، كنت تعبانه جدا لانه كان 30 حلقه. بخلاف الحاجات اللي اتعرض عليا ما كنتش حاسه ان انا ساتسفايد فيها، ففضلت يعني ان انا ااجل بعد رمضان. اول رمضان من فتره ما اشتغلش فيه، بس مرتاحه شويه، عايزه ارتب ورق. تعملي ايه بقى يعني تقضي طقوسك في رمضان؟ وحشتني طقوس رمضان، وحشتني الاحساس والعيله. خلي بالك التصوير اثناء رمضان صعب قوي، ما بتشوفيش حد ويومك مقلوب فما بتعرفيش ايه. فانا بالعكس انا يعني بقالي فتره بحضر لرمضان، ما عرفت انا مش هصور وما عنديش شغل، ابتديت اجيب بقى اخضار وبتاع وهطبخ، وابتديت احضر حاجات لرمضان وجبت زينه رمضان. طبعا اكتر اكله بتعمليها حلو؟ كله بعمل كله، انا هعمل محشي قريب على فكره بعزمك. فانا بحب الطقوس دي، فحاسه بنوع من الطمانينه يعني. بالعكس انا وحشني طقوس رمضان، انا عايشها بجد 30 يوم زي ما هم. الطبق الاساسي بتاعك في اول يوم رمضان؟ محشي ورق عنب اكيد، محشي ورق عنب، كنافه وقطايف. جدا ده لازم اعزمك. حبيبه قلبي كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبه قلبي، كل سنه طيبين. ميرسي.